يتسم مناخ السلطنة عموما بصيف حار جاف وشتاء معتدل باستثناء محافظة ظفار التي يتأثر مناخها بالرياح الموسمية صيفا. تهطل الأمطار سنويا بكميات متفاوتة على السلطنة، تحظى الجبال منها بالمعدلات الأعلى، وقد تسجل منطقة معينة أمطارا غزيرة في يوم واحد، مما يؤدي إلى حدوث فيضانات تفوق ذروتها المعدلات العالمية بسبب عامل الجريان المرتفع في السلطنة. من هذا الواقع الجغرافي أخذت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على عاتقها مهمة إيجاد حلول عملية للاستفادة من مياه الأمطار في التغذية الجوفية الطبيعية والصناعية للخزانات الواسعة الموجودة تحت المحابس السفلية للأودية، فقامت بإنشاء السدود على مجاري الأودية والمنخفضات التي تتلقى كميات كبيرة من المياه بهدف حجزها والاستفادة منها في الاستخدامات المختلفة. وتقوم وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بالإشراف على الدراسات الخاصة بالسدود وأماكن إقامتها والمواد المستخدمة في إنشائها وتنوع المواد المستخدمة في إنشاء السدود لتتلائم مع الموقع الذي ستقام فيه وشكل السد المراد إنشاؤه ونوعيته، فيتم استخدام الردم الترابي أو الردم الركامي أو الصخري مع قالب ترابي أو السدود ذات الواجهة الخرسانية والسدود الخرسانية. يتم تصنيف السدود في السلطنة على أساس الاستخدام كسدود تخزين لإمدادات المياه والري، ثم سدود الحماية من الفيضانات وسدود التغذية الجوفية التي تعمل على تغذية المخزون من مياه الأمطار بدلا من ذهابها هدرا في البحر أو الصحراء. تمثل التضاريس والمناخ والجيولوجيا العوامل الأساسية في المقارنة بين الأنواع المختلفة من السدود من حيث مزاياها، إذ أن أفضل موقع ملائم لإقامة السد هو ذلك الموقع الضيق بالوادي ليشكل أساسا للسد ومنطقة لتخزين المياه كذلك. تتضمن أهم أجزاء مشروع السد جسم السد والمفيض، وهو عبارة عن وسيلة لتحويل وتصريف مياه الفيضان الزائد، والجزء الآخر في السد هو بحيرة التخزين. وقت تساقط الأمطار وجريان الأودية يفرح الناس ويستبشرون بالخير الذي تحمله مع تزايد تدفق المياه في الأودية. تقوم السدود باحتجاز مياه الفيضانات وتغذية الخزان الجوفي الحصري عن طريق السماح بالتدفق البطيء للمياه في مجرى الوادي أسفل السد. تقوم السدود بالحد من تداخل مياه البحر إلى خزانات المياه الجوفية، وتوفر مزيدا من المياه لاستمرارية المشاريع التنموية واستقرار سكان المناطق الجبلية. رغم أن الأمطار في محافظة ظفار موسمية تهطل في فصل الصيف الذي يسمى بالخريف في محافظة ظفار، إلا أن هطول الأمطار في بعض المواسم المختلفة كانت تشكل عواصف مدارية وعصيرة استوائية أدت إلى حدوث فيضانات بالمنطقة، مما دفع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه إلى إعداد خطة متكاملة لحماية مدينة صلالة، تمثلت في إنشاء سد شمال مطار صلالة لأن المكان تتقاطع عنده العديد من مجاري الأودية والروافد الصغيرة. يقوم السد باستيعاب أقصى فيضانات محتملة
ويعمل كذلك على تعزيز الموارد المائية في المنطقة بشكل عام، وفي حقل آبار صلالة المائي الواقع أسفل السد بشكل خاص. وتبلغ السعة التخزينية للبحيرة ما يقارب 77 مليون متر مكعب. وادي ضيقة هو أحد الأودية الرئيسية بالسلطنة، ويقع في جبال الحجر الشرقي على بعد 100 كيلومتر جنوب شرق مسقط، وهو ملتقى للعديد من مجاري الأودية. بعد دراسات عديدة للموقع وجريان المياه وخط سيرها، أوصت الدراسات الهيدروتقنية باختيار موقع قرية المزارع بولاية قريات لإقامة السد لملائمته فنيا وطبيعيا وقدرته على تخزين وحجز المياه، لأن الموقع يتميز بطبقات من الصخور الرسوبية التي تغلب عليها الطيات والصدوع الممتدة للجهة العلوية، حيث تتكون صخور القاعدة الواقعة أسفل الجزء الأكبر من بحيرة التخزين من الكوارتز والحجر الرملي والجيري والصخور الجيرية والدولوميت، والتي توجد في الأطراف العليا من بحيرة التخزين. يتضمن المشروع إنشاء السدين، حيث أقيم السد الرئيسي على مجرى وادي ضيقة، والسد الجانبي عند المنخفض الواقع شمال السد الرئيسي لبحيرة التخزين لحجز المياه ومنعها من التدفق. يشمل المشروع إنشاء مفيض وسط السد الرئيسي لتحرير مياه الفيضانات، وفي الحالات القصوى للفيضانات فإن المياه ستنساب فوق قمة السد الرئيسي. يبلغ طول السد الرئيسي 410 أمتار، وارتفاع السد 75 مترا ونصف المتر، وعرض قمة السد 5 أمتار، وعرض قاعدة السد 55 مترا، بينما طول السد الجانبي 360 مترا، وارتفاعه 48 مترا ونصف المتر، وعرض قمة السد 10 أمتار، وعرض القاعدة 183 مترا. سيوفر سد ضيقة كميات هائلة من المياه تكفي لاستخدامات المواطنين للشرب والزراعة والاستخدامات الأخرى. وتقدر المياه التي سيوفرها السد بحوالي 35 مليون متر مكعب سنويا، وتغطي بحيرة التخزين مساحة تقدر ب 350 هكتارا، وتمتد مسافة 6 كيلومترات، ويبلغ محيط البحيرة حوالي 28 كيلومترا مربعا، كما يغذي السد الأفلاج القريبة. مشروع سد وادي ضيقة بقرية المزارع في ولاية قريات يعد أبرز المشاريع الحيوية التي أنشأتها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وهو يحقق العديد من الفوائد الرئيسية على مستوى الموارد المائية والحماية من الفيضانات وفي الزراعة والتنمية والسياحة.